أهلا وسهلا أصدقائي، تحياتي وأشواقي. حبيت أعرفكم على فيرمونت وينزر بارك، عبارة عن فندق ومنتجع 5 نجوم موجود في منطقة إيجم، قريبة من وينزر وقريبة من ثور بارك وقريبة من ليجولاند. المدخل هنا في باركينج، لكن الباركينج دخلته مش من هنا، من هذا الجسر. حاطين مجسمات لأحسنة اللي هي ثيم له علاقة بسباق أسكوت مثلا، وهم طبعا زي ما بتعرفوا الشعب الإنجليزي بيعتز بالخيول وسباقات الخيول. أول ما تدخل على الريسبشن بتشوف المنظر الجميل هذا. مكان جميل جدا وكلاسيك على الآخر، يستاهل الزيارة. هذا الفندق الفخم موجود فيه 250 غرفة بأحجام مختلفة، وطبعاً لما يكون في سباق الخيول في أسكوت كثير ناس زوار بيسكنوا وبينزلوا في هذا الفندق. في مطعمين في هذا الفندق الفخم، وفي كمان مقهى، وفي كمان لايبرري خلابة. صراحة هذا من الأماكن الفخمة الحلوة اللي أنا دخلتها في منطقة غرب لندن. عجبني نظام الأرابيسك هذا الخشب لطريقة الأقواس، وعندهم على فكرة ثيم شرق أوسطي. هذا المطعم هنا بالإمكان كمان تجلسوا بالخارج هنا بالشاموس الحلوة. هذه الغرفة رائعة جدا، بإمكانكم تاخذوا فيها افترنون تي. اسمها الأوركيد نسبة لزهرة الأوركيدا والطائر الطنان الهامينج بيرد. هاي الجلسة الخارجية في حال حبيتوا تاخذوا الافترنون تي بالخارج في اللي هي غرفة الأوركيدا. المشهد الجميل هذا حتشوفه لو انت جلست هنا، شوف ما أروع المكان. يا سلام، هذه هي اللايبرري. هذه المكتبة، أول ما تدخل على الفندق من جهة اليمين حتشوفها، فخمة جدا. هاي أول مرة بشوف محل حلويات داخل فندق مستر سيمز. طبعاً عنده حلويات هنا أمريكية، أطعمة مختلفة، وكمان شغلات تانية هنا. شكل الأسانسير. This is our Greens Cafe. This is where you come when you have a light lunch or come for a spa day. You're welcome to sit here in your robes and relax for the whole day. عندهم 18 غرفة تريتمنت في هذا المكان، وكل تريتمنت مختلفة يعني. في تريتمنت عندهم اسمها كريوثيرابي، عبارة عن غرفتين. هذه الغرفة ماينس 80 بتقعد فيها لمدة 30 ثانية دراي كولد، وبعدين بتروح على الغرفة الثانية ماينس 117. تريتمنت جديدة وبتم التحكم فيها عن طريق اللي هو الكيبورد هذه. عندهم يا جماعة سويمينج بول رائع جدا. هذه عبارة عن حمام تركي أو مغربي. طبعا السكراب والصابونة، وهنا بيكون في مية شغالة، بيكون هنا في إضاءة، يعني توتال ريلاكسيشن. هذا جماعة اسمه سولتارس سويت، عبارة عن جناح كامل بإمكانك أنت تستلقي هنا
تحجزه انت واسرتك او عائلتك. وعندك فيه اللي هو مساج لشخصين، وعندك كمان هنا الجاكوزي، وعندك غرف العيار، وعندك حمام. مكان بصراحة فخفخينة. عندهم تريتمنت رائعة جدا جديدة من نوعها اسمها دراي فلوتيشن. هذا طبعا جوجل بتحطها على عينيك وبتسمع شغلة في أذنيك. فكرته انه هو دراي، هنا عبارة عن مية، شايفين سامعين. فالفكرة ان انت بتعمل ريلاكسيشن وبتعمل ريست للسليب اور ومش عارف ايش، وبتستخدموها الناس اللي بيسافروا كتير، للطيارين او حتى لأي شخص بده يعني يسترخي. مدتها 30 دقيقة. هذا يا جماعة الغرفة للنوم، بتنام هنا بتنسى حالك طبعا بعد التريتمنت. في هنا عدة أسرة وتخوت، تحس حالك في عالم تاني. هذه الغرفة اسمها بلاتر ريفورم، بتعمل بتساعد على الستريتشنج وعلى بناء الكور اللي هو البنية الجسم. طبعا هي عبارة عن بوش يعني. هذا هو الجيم في الطابق الثاني تحت الأرض، متاح للممبرز أو لرواد الفندق، بإمكان أي حد يعمل اشتراك. هذا هو السبيننج كلاس، طبعا هو جزء من الجيم. أجهزة على فكرة حديثة جدا. هذا أصدقائي اسمها 4D Body Scanner، بتعمل سكانينج لجسمك، بتفرجيك وين أماكن اللي هو وجود الفات، وبتعمل لك صورة دقيقة جدا 360 درجة لجسمك. أنت بس بتقف هيك وتستخدم الشاشة والكاميرات بتصورك، فبإمكانك أنت تعمل مونيتورينج للبادي تبعك. إشي جديد من نوعه. هذا غرفة المانيكير والباديكير، هايجين بشكل فظيع، بسم الله ما شاء الله، إشي مرتب. طبعا يفضل الحجز مسبقا قبل بيوم. أول مرة ألاقي بفندق في بريطانيا إنه موجود فيه صالون كامل حلاقة، حلاق رجالي بكل المعدات وعلى الطريقة الكلاسيكية التقليدية الإنجليزية. هذه الهير سالون تاع السيدات برضو على الطريقة العصرية، يعني نادر إنك تلاقي. ليان thank you for showing us the room. حتى هنا في كمان اللي هو غسيل الشعر مع الكريمات. في عندهم كمان زي كلينيك اسمها فيس بايبل، بتعطي فيس تريتمنت، علاج بيقيموا لك بشرتك للدمجز الموجودة. حتى هنا في كمان عندهم جهاز رائع جدا، اللي بيصير انه انت بتحط وجهك على هاي الماكينة وبتعمل لك تقييم لبشرتك، كيف كانت، كيف حتصير، وايش التريتمنت المطلوبة. Hi guys, firstly welcome to the Face Bible. So we are a skincare aesthetics and a health clinic. So I'm a GP and I'm also an aesthetics expert. The reason you should visit here is because actually all the treatments are very ethical. It's all doctor led. We're also CQC registered, which means that we're regulated. So in this clinic here, you're going to have safe delivered treatments to make sure that you're actually going to be looking your best. هذا اسمه هيدروثيرابي بول، عبارة عن مثلا جاكوزي كبير فيها ضخ لمية، وهي بتتوسط الفندق. بصراحة amazing. السلسلة بياخده على البول روم اللي هي قاعة مؤتمرات وتريننج تحت. بصراحة مكان جميل جدا للتدريب، وحتى ممكن يتم إقامة أفراح فيها، مناسبات مختلفة. قاعة مؤتمرات ضخمة. أخذت البقي حتى أفرجيكو الأوتدور جيم والتنس كورت والسكواتش، للي بحب الأوبن سبيس. هاي الجيم وهي التنس، وبصراحة براح وبارك كبيرة، يمكنك تتمشى، تقعد تحت الشجر. هذا مكان للاسترخاء والاستجمام، فخم ورائع جدا بصراحة. اليوم ذهلت، وبتمنى تيجوا عليه حتى تستمتعوا في هذا المكان الجميل. المكان فخم بكل معنى الكلمة وعريق جدا جدا، حتى لو حابين تيجوا لقهوة أو فطور بنصح فيه. حستمر معكم إن شاء الله بصفتي كمؤثر في بريطانيا، وحتى التقيكم في مكان جديد وزمان جديد ومعلومة جديدة. See you again.